صوت مسموع يا شباب؟ دكتور. يلا اذا نبلش. اهلا وسهلا فيكم. اليوم راح تكون محاضرتنا هي برضو استكمال للشابتر الخامس المتعلق بالميجرينج ريزلتس اند بيهيفيرز، قياس النتائج والسلوكيات. تذكروا احنا انتهينا في المحاضرة الماضية حول مقاييس التي تستخدم لقياس أداء الموظفين، واليوم بدنا نستكمل واللي احنا قسمناهم إلى مجموعتين Comparative System Absolute System، لأنظمة تقييم مقارنة وأنظمة تقييم مطلقة. وحكينا إنه Comparative System compares employees with each other، يعني تقوم بمقارنة الموظفين مع بعضهم البعض، في حين أنظمة التقييم المطلقة compares employees with pre-specified performance standard، تقوم بمقارنة أداء العاملين بمقاييس محددة مسبقا. وعلى ما أذكر إنه إحنا انتهينا من أول طريقتين في الـ comparative system، حكينا عن السيمبل رانك، حكينا عن الارتينشن رانك. اليوم بدنا نحكي ان شاء الله عن البايرد كومباريزن، اللي بنسميها طريقة المقارنة او المقارنات الثنائية او المقارنة المزدوجة. ماذا نقصد بهذه الطريقة؟ ونحاول ناخذ امثلة عليها. فنبدأ اذا على بركة الله بالبايرد كومباريزن، سميناها طريقة المقارنة او المقارنات الثنائية. ماذا نقصد بهذا الطريقة؟ نشوف مع بعض. Ranking employees by making a chart of all possible pairs of the employees for each trait and indicating which is the better employee of the pair. معنى هذا الكلام انه هذه الطريقة تقوم على اساس ترتيب أو تصنيف الموظفين من خلال عمل مخطط، من خلاله يتم تقسيم العاملين إلى أزواج. أزواج يعني إشي ثنائي. ونقوم بتقييم الموظفين لكل سمة بهدف تحديد من هو الأفضل. كيف؟ أنا عندي 5 موظفين ألف باء جيم دال، بدي اعمل مقارنة بين كل موظف وبقية الموظفين. يعني بدي اقارن ألف مع باء وألف مع جيم وألف مع دال وألف مع هاء. بدي اقارن باء مع جيم وباء مع دال وباء مع هاء. وبدي اقارن جيم مع دال وجيم مع هاء. وبدي اقارن دال مع هاء. شو عملت أذن أنا؟ قسمت العاملين إلى أزواج ثنائيات. بدي أحدد من هو الأفضل في سمة معينة. هذه الطريقة قبل ما نأخذ مثال هلا بعد شوية إلها إيجابيات ولها سلبيات. أولى إيجابيات هذه الطريقة إنها ترو شاملة. Final ranking are more accurate. الترتيب النهائي بيكون أكثر دقة. يعني أنا بعد ما أنتهي من عملية المقارنات بدي أقوم بعملية أشوف ما عدد المرات التي ذكر فيها على إنه ألف مثلاً هو الأفضل، باء كم مرة ذكر إنه أفضل، وهكذا لبقية الموظفين. في النهاية بقوم بترتيبهم ترتيباً تنازلياً. فبالتالي من هون إجت ميزتها إنه الترتيب النهائي أكثر دقة. لكن بكل طريقة زي ما حكينا إيجابيات وسلبيات. أهم سلبياتها إن very time consuming، يعني تستغرق وقت طويل. يعني هو الرئيس المباشر ما عندوش شغلة إلا يقسم العاملين إلى أزواج ويقارن من هو أفضل من الثاني. قضية تحتاج إلى وقت. عيب آخر، may encounter problem of comparing apples and oranges. يعني شوي هون العبارة حلوة،
كلك انها تواجه مشكله، كاني انا بقارن التفاح مع البرتقال، يعني كل 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 شيء له طعمه، كل موظف له ايجابيات وله سلبيات. واهم من هيك في رايي انها صعب تطبيقها اذا كان عدد الموظفين عدد كبير جدا. هاو خلينا نشوف مع بعض وناخذ مثال. المثال اللي امامي، خلينا بس نعيد مره ثانيه، انه بموجب هذه الطريقه بيتم مقارنه كل فرد بالنسبه لكل خاصيه ببقيه الافراد. بفرض ان هناك 5 افراد بحاجه للتقييم زي ما احنا شايفين. حسب هذه الطريقه بدنا نعمل خريطه توضح جميع المقارنات الثنائيه الممكنه بالنسبه لكل خاصيه. الشكل اللي امامنا بيقوم على اساس مقارنة 5 موظفين A و B و C و D و E في سمتين. السمة الأولى بالنسبة لجودة العمل for the trait quality of work، والسمة الثانية بالنسبة للابتكار والإبداع على يمينك، يعني employee اللي هي for the trait creativity. إذن أنا بدي أقارن 5 أفراد ضمن سمتين، السمة الأولى ما يتعلق بجودة العمل، والسمة الثانية ما يتعلق بالإبداع والابتكار. لاحظ إحنا عندنا أعمدة رأسية وأعمدة أفقية. العمود الأول الرأسي as compared to، يعني هدول الموظفين A اللي هو اسمه Art، B اسمها ماريا، C Chuck، D ديان، E جوز، أسماء موظفين. هلأ شو بدي أعمل أنا؟ بدي أقارن بين كل موظف وبقية الموظفين. يعني مثلا في الأعمدة نفس الشيء، العمود يمثل employee rated حسب ترتيبه. يعني أنا مش معقول أقارن A مع A، ما بصير. بدي أقارن Art مع Art، ما بصير. بدي أقارن ماريا مع Art. هلأ إذا كانت ماريا هي الأفضل بعطيها بلس، إشارة زي ما أنتم شايفين، plus means better than، يعني ماريا هي أفضل من Art بهذا السمة. مثلا بدي أقارن أنا ماريا مع تشوك، هي الأفضل، أعطيت إشارة زائد، وهكذا. إذا شو بعمل أنا؟ بقارن كل موظف مع بقية الموظفين. لما أنتهي من المقارنات بدي أحدد ما عدد المرات التي ذكر فيها على انه الموظف A او B او C او D او E هو الافضل. لاحظ مثلا في الشكل اللي على يسارك واضح انه ماريا هي الافضل. ليش؟ افضل في ايش افضل؟ افضل في الكواليتي من بقية الزملاء، لانها حصلت على 4 بوزيتيف، عندها مجموع النقاط الايجابية او انذكرت 4 مرات على انها الافضل من بقية الموظفين. نفس الشيء بالنسبة لموضوع الابتكار والإبداع، مين أفضل من باقي الموظفين في هذا الصفة؟ واضح واضح أنه مين؟ Art. ليش؟ Art rank highest here، حصل على أعلى الدرجات. إذن هي تقوم على أساس مقارنة الموظف مع بقية الموظفين. لكن حقيقة رغم إيجابية هذه الطريقة، إلا أنه يعاب عليها، أنا حكيت قبل شوية، صعبة التطبيق إذا كان عدد الموظفين عدد أكبر. كيف؟ هلأ أنا كان عندي 5 موظفين، كم عدد المقارنات كانت؟ يلا شوف، أنا كان عندي 5 موظفين، شفنا أنه عدد المقارنات كانت 10. طب مالك لو كان عدد الموظفين مثلا 8، اي انا بدي اكتب هون 8 موظفين، وهذا مشكلتها صعبة التطبيق اذا كان عدد الموظفين كبير. سؤالي لحضراتكم، لو كان عدد الموظفين 8، احسب عدد المقارنات الثنائية. عادة تحسب المقارنات الثنائية من خلال القانون التالي: نون في نون ماينس 1 مقسوم كله على 2. بمثالنا إذا
8 A في 7 على 2. طبعا نون تعني عدد الموظفين. نون تعني عدد الموظفين. أنا عندي 8 موظفين، إذا 8 في 8 ناقص 1 7 على 2، فواضح عندي 28 مقارنة. تخيل أنا شو عملت أصلا؟ أنا زدت عدد الموظفين 3، كانوا 5 صار 8، كان هناك عدد المقارنات 10، شو صار هون؟ 28. ما بالك لو كان عدد الموظفين مثلا 200 موظف. من هون إذا في صعوبة في عملية تطبيقها، لكن حلوة لها، تظهر لي إنه ليش سين أفضل من بقية الموظفين. يعني حددنا السمة، ما كان التقييم مثلا ناتج لرأي شخصي، فبالتالي أنا بقدر أقول إنه هذه الطريقة قد تكون مناسبة إذا كان عدد الموظفين ماله عدد قليل جدا. أوكي دكتور هذا الجدول مش موجود عندنا سلايد. مش مشكلة، أنا راح أرفع كل هذا الكلام عندكم إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي، نيجي للطريقة الأخرى اللي بنسميها الفورس ديستريبيوشن، تسمى طريقة التوزيع الإجباري. طريقة التوزيع الإجباري واللي بتقوم على فكرة النورمال ديستريبيوشن، منحنى التوزيع الطبيعي. خلينا نشوف شو المقصود بهذه الطريقة ونحاول برضو ندعم كلامنا بأمثلة. Similar to grading on a curve, predetermined the stage of rates are placed in a various performance categories. حسب هذا الأسلوب أو حسب هذه الطريقة، هي شبيهة بطريقة التدرج اللي راح نجيها بعد شوية، بحيث يتم تحديد أو وضع نسب مئوية محددة مسبقا للمعدلات في فئات الأداء المختلفة. أوضح، أنا هلأ كمقيم أتعمد نتائج التقييم مسبقا بما يتوافق مع فكرة منحنى التوزيع الطبيعي. كيف؟ مثلا هلا انتو 50 طالب عندي، انا قادر ما اعملش ولا امتحان وانزل علامات في نهاية الفصل، ولما تعرض هذه العلامات على خبير في التقييم يقول لي انت افضل علامات. كيف؟ اني اراعي فيها منحنى التوزيع الطبيعي. يعني اجي اقول مثلا انا بدي 10% منكم يجيبوا فوق 90، 10% من 50 يعني 5 طلاب فوق 90، وبدي 5 طلاب يرسبوا، وبدي 10% يجيبوا في 80، و10% يجيبوا من 60. شو ضل عندي؟ 20% من 70. إذا غالبية الموظفين وين كانوا؟ في الوسط، فأطلق عليها النورمال ديستريبيوشن. يعطينا هون اكزامبل مثلا على هذا الطريقة، انه 15% مثلا، 15% من الموظفين بدي اعتبرهم انا من ذوي الهاي بيرفورمانس، من ذوي معدلات الاداء المرتفعة. 20% من الموظفين من معدلات الاداء فوق المتوسط. 30% افريج بيرفورمانس اللي هي معدلات اداء متوسطة. 20% لو معدلات أدائهم أقل من المتوسط. 15% من ذوي معدلات أداء منخفضة. لاحظ إذن في تشتت في التقييم، في ممتاز، في جيد جدا، في جيد، في متوسط، في ضعيف. إمتى بتكون هذه الطريقة فعالة؟ إذا كانت النتائج الفعلية إني أنا ما أتعمدها، يعني تكون نتائجي أنا لكم كطلبة النتائج الفعلية تتوافق مع فكرة منحنى التوزيع الطبيعي. فهمنا كيف؟ نأخذ بعض المزايا والإيجابيات المتعلقة بهذه الطريقة. أهم ميزة إلها categorizes employee into specific performance groups، يعني من السهل جدا أن نعمل عملية تصنيف للموظفين إلى مجموعات أداء محددة
facilitates reward assessment يعني تسهل من تقييم مكافآت للعاملين. Competition may be good for organizational performance يعني هون بتخلق نوع من المنافسة ما بين الموظفين من أجل تحسين الأداء التنظيمي. لكن زي ما ذكرنا كل طريقة إلها عيوب. من أهم عيوبها assumes تفترض يعني performance scores are normally distributed تفترض إنه درجات الأداء يتم توزيعها بشكل طبيعي. May discourage conceptual performance and team work هون يعني قد تنعكس على يعني نسميها تقليل أو تثبيط عزيمة الأداء وتقلل من العمل الجماعي. إذن باختصار طريقة الفورس ديستريبيوشن يقوم المقيم متعمد بشكل مسبق بتحديد النتائج. إذن بالتالي قد لا تكون النتائج اللي هو عملها النهائية تعكس الأداء الفعلي. متى بعتبرها طريقة حقيقية جيدة؟ إذا كانت النتائج الفعلية غير متعمدة بشكل مسبق. أوكي. أي مثلا زي ما ذكرت قبل شوي حضراتكم 50 طالب عندي أنا قررت بدي 10% منكم يجيبوا فوق 90 ممتاز. 10% كم يعني؟ 5 طلاب. لاحظ المقابل بدي 10% دون المتوسط يعني دون 60 يعني 5 طلبة رسوب لا قدر الله طبعا. وبدي 20% في 80 جاي جدا. 20% كم يعني؟ احنا 50 طالب يعني 10 ماشي. هون خلينا نكون متوسط اقصد فيها هون يعني بالستين 20% 10 اذا ضل عندي كم انا نسبة؟ ضل 40% اللي هم نسبتهم او عددهم 20 طالب. تخيل لما تكون نتائج الفعلية انا بهذا الشكل 5 طلاب في 90 10 بال80 20 بال70 10 بال60 5 لا قدر الله 70 وتعرض نتائجي هذا على خبير عالمي في مجال التقييم شو بيكون انطباعه عني؟ يلا ردوا علي شو بيكون الانطباع؟ اكيد راح يكون انطباع ايجابي. اوكي هذا ما يتعلق بالطرق اللي بتقوم على اساس المقارنة مع بقية الموظفين. ننتقل واياكم هلا لـ types of absolute system اللي هي أنظمة التقييم المطلقة واللي بتشمل زي ما انتم شايفين طريقة الـ SA يعني طريقة اللي نسميها المقارنة طريقة المقارنة أو بسموها أحيانا لها أسلوب آخر narrative لطريقة يعني النماذج الروائية بسموها narrative forms النماذج الروائية. critical incident بنسميها طريقة الأحداث المهمة أو الخطيرة. graphic rating scales بنسميها طريقة التدرج البياني. في عنا طريقة كثير إيجابية اللي behavior anchored بسموها pairs. هذه الطريقة رائعة جدا تستخدمها المنظمات الحالية المرتبطة بسلوكيات معينة. قبل ما نشرح هذه التفاصيل زي ما ذكرنا في الطرق المقارنة إلها إيجابيات وسلبيات برضو هذه الأساليب إلها إيجابيات وسلبيات حتى ما إن أنا كنت أفضل إنه نشرح السلبيات والإيجابيات لكل واحدة على حدة بيكون أفضل من شرحها مرة واحدة أو مش مشكلة طالما وصلنا هون بلاش ننتقل إلى سلايد. دكتور ضمن الأخذة بس بدي أسألك سؤال يعني هسا الطريقة اللي كانت قبل هي أفضل طريقة والطريقة هي المتبعة ما بين كل الشركات بتتبعوها؟ لا 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 بس خلينا نكمل الطرق وسأنا أحكي لك أنا شيء الطريقة الأكثر استخداما. تمام دكتور نيجي للطرق المطلقة. أول طريقة بنسميها الـ SA بنسميها
الاسي. شو يعني الاسي؟ سميها طريقة المقالة. شو يعني طريقة المقالة؟ المقالة اللي هي بسميها النماذج الروائية. أكل حال رح نزل بالتفاصيل. مزايا هذا الطرق بشكل عام: number one advantages can be used in large and small organizations. يعني بإمكاننا كمنظمات نستخدمها بغض النظر ما إذا كان الحجم كبير أو صغير، يعني تصبح لكل المؤسسات بغض النظر عن حجمها. اثنين، evaluation more widely accepted by employees. إنه التقييمات تكون مقبولة على نطاق واسع من قبل الموظفين. لأنه زي ما ذكرنا إحنا هذه الطرق المطلقة تقارن الأداء الموظف بمعايير أداء، ولا تقوم على أساس مقارنة الموظف بموظف آخر. هناك disadvantages، هناك سيئات تتمثل بالhigher risk of latency, severity and central tendency biases. مرين معنا هذول المصطلحين في المحاضرة الماضية. latency اللي هي طبعا بشكل عام هذه الأساليب في إلها مخاطر في التساهل، لين ينسي تعني تساهل أو في الشدة عكسها تماما أو النزعة المركزية. أشوف ذاكرتكم شو عرفنا إحنا خطأ في التقييم اسمه لين ينسي، سمناه خطأ اللين. عكسه تماما التشدد أو النزعة المركزية. طبعا رح نيجي هذا الكلام بالتفاصيل برضو في الشابتر القادم إن شاء الله. عيب آخر: generally more time consuming than comparative system. بشكل عام هذه الأساليب تستغرق وقت أطول من الأنظمة المقارنة اللي احنا ذكرناها. خلينا نشوف أول طريقة تستخدم اللي هي شو سمناها essay or narrative forms، طريقة المقالة أو النماذج الروائية. نماذج روائية كيف بتتم؟ supervisor assess the employees past performance and require areas of improvement. إن المشرف بيقوم بتقييم الأداء السابق للموظف ويحدد مجالات التحسين المطلوبة. The supervisor's narrative assessment helps the employee understand where his or her performance was good or bad and how to improve that performance. يساعد هذا التقييم الروائي المشرف على مساعدة وفهم الموظف لأدائه، ما إذا كان good جيد or bad سيء، وكيفية تحسين هذا الأداء. لكن مشكلة هذا النوع إنه لا يستخدم نماذج رسمية في التقييم، يعني هو عبارة عن تقرير. نعم، ما في نموذج رسمي معد من قبل الشركة. الرئيس المباشر المشرف هو من يتولى إعداد هذا التقرير. يعني أنا عندي 5 موظفين مثلا، وبدنا نرقي واحد فيهم يكون رئيس هذه الدائرة. بده يجي يقول للرئيس المباشر إلي باعتبارك أنت السوبرفايزر إلهم، اكتب لي تقرير عن أداء الموظفين. ما في نماذج رسمية تعتمدها دائرة الموارد البشرية. هذه الطريقة لها إيجابيات: potential to provide detailed feedback، إمكانية تقييم أو إمكانية تقديم تغذية عكسية أو تغذية راجعة مفصلة عن أداء الشخص، لكن يعاب عليها unstructured and may lack detail، غير منتظمة غير منظمة لأنه مش نمطية. ما بستخدم نماذج لعمليات التقييم، فقد تفتقر إلى التفصيل من موظف لآخر. Then depends on supervisor writing skill، تعتمد على مهارة المشرف في كتابة التقرير. معنى ذلك إنه في بعض المشرفين لا يمتلك المقدرة الأدبية على إعداد التقرير، بالتالي بعرفش كيف يبدأ وكيف ينتهي. فنجاحها يعتمد على مهارة الشخص في كتابة التقارير. Finally
Lack of the quantitative information difficult to use in personal decision. يعني في هناك نقص في المعلومات الكمية واللي بتجعل من الصعب استخدامها في بعض القرارات، قرارات الشخصية مثلا زي الريورد، زي المكافآت. إضافة إلى ذلك يعني ممكن المشرف يركز على بعد واحد في تقييم الأداء، يعني ما تكون مفصلة لجميع الجوانب، ركز على جانب معين وممكن يقيم بقية الجوانب بناء على هذا الجانب، وهذا يسمى في تقييم الأداء هالو إفكت، خطأ الهالة. طبعا هالة من تهويل. يقع عادة هذا الخطأ عندما يركز المشرف على صفة ما فيقوم بتقييم بقية الصفات بناء على رأيه في هذا الصفة، طبعا بغض النظر إذا كانت إيجابية أو كانت سلبية. إذن هي طريقة لا تعتمد نماذج رسمية، هي طريقة مقالية عبارة عن تقرير يكون بإعداده الرئيس المباشر، لكن في رأيي طريقة غير فعالة لأنه إمكانية التحيز بيكون فيها عالي جدا. أنتوا فاهمين معي؟ ردوا علي. في أي استفسار؟ تمام دكتور، تمام دكتور. كويس، أنا هلا بشرح. طبعاً الأسماء ظاهرة عندي الله يخليكم، فاللي عنده سؤال بيرفع لإيده. عندكم أنتوا في الأيقونة هون في البارتيسيبانت في يد مرفوعة، أنا برجع له إن شاء الله بعد ما أنتهي، لكن أنا معطيكم الحق أي سؤال بده، أي طالب بده سؤال في حينه أنا حاضر. أوكي. Critical incident، شو سمناها هذا؟ طريقة الأحداث المهمة أو الأحداث الخطيرة. كيف؟ بما إنه إحنا من دعاة المشاركة، مش هيك؟ يلا يا هدى المصري، سمعيني صوتك والله لو سمحتي، ماذا نعني بهذا الصوت؟ The supervisor keeps a log of positive، مش مبينة كلمة من مربع، positive and negative examples critical incidents of subordinates work related behavior. Yeah. Every 6 months or so supervisor. شو فهمت من هذا الكلام؟ إن المسؤول بيخلي في عنده زي لائحة للأشياء الإيجابية والسلبية، أمثلة. يعني المشرف يقوم بعمل سجل لأمثلة من الأحداث نسميها المرغوبة أو غير المرغوبة للسلوك كل من مرؤوسه في العمل. يعني كأني أنا هون بدي أحدد تواريخ، يعني مثلا أنا بدي أجي أقيم هدى حسب هذا الأسلوب، نهاية الفصل بدي أستخدم هذه الطريقة، الأحداث المهمة بقول والله بتاريخ كذا في محاضرة كذا عملت إشي فعال هدى، أو قامت لا سمح الله بشيء غير فعال أو بسلوك سلبي، فأنا كرئيس مباشر بدي أحصر عدد المواقف اللي كانت فيها هدى فعالة وعدد المواقف اللي كانت فيها غير فعالة. على طول هون بدي واحد فيكم شاطر يستنتج شو عيبها، وازن بين أي عمل غير فعال حتى مهما كان بسيط مع العمل الفعال اللي كان إشي عظيم جدا. يعني على سبيل المثال أنا بدي أقيم يزن بهذه المحاضرة، أقول أن والله في المحاضرة الماضية يزن ما كتم صوته في المحاضرة، شوش علينا. أو أقول إنه يزن في أحد المحاضرات كان فعال، يعني كأنه السيئة تمحو الحسنة، يعني ما أعطى وزن للعمل الإيجابي والعمل السلبي. كم ليهودة؟ Every 6 months or so, supervisor and subordinate meet to discuss the latter's performance using the incidents as examples. يعني هو بيقول لي إنه مثلاً كل 6 شهور أو يزيد يلتقي المشرف مع المرؤوس
وبناقشوا أداء الأخير، أنه الأخير طبعاً هو المرؤوس، باستخدام أحداث معينة كأمثلة على ذلك. ففي عندنا هون إحنا في الجدول اللي أمامكم، أوكي، in table 9.1 of the assistant plant managers continuing duties was to supervisor procurement and to minimize inventory cost. يعني بقول لك انه في المثال رح نشوفه هلا نجد انه من احد المهام الاساسية لنائب مدير في المصنع تتمثل في الرقابة على عملية تدبير الاحتياجات وترشيد نفقات المخزون. كيف يعني؟ خلينا نشوف. هاي المثال، هاي التابل اللي عنا، example of the critical incidents of assistant plant manager، أمثلة للأحداث الهامة لوظيفة نائب مدير. Continuing duties هي عبارة عن مواصلة المهام أو المهام المستمرة. التارجتس اللي هو الهدف المطلوب منه القيام فيها. Critical incident اللي هي الأحداث المهمة، وهذا اللي أنا بهمني. مثلا طبعا بديش أشرح كل الجدول لأنه يعني مش كثير إشي مهم، بس مشان أعطيك فكرة يعني. مثلا احد المهام schedule production for plant، جدوله خطه جدوله الانتاج. حطينا هدف target انه يكون في هناك استخدام بما نسبته 90%. فايش الاستخدام؟ استخدام امثل للموظفين والماشينري اللي هي الميكنه يعني في المصنع وتنفيذ الاوامر في وقتها. هلا الاحداث المهمه هون بيقول لك انه instituted a new production scheduling system decreased late order by 10% last month increased machine utilization in plant by 20% last month. انه نظام عمل هذا الشخص نظام جدوله جديد للانتاج خفض الاوامر بما نسبته 10% في الشهر الماضي. كمان استخدم الميكن الآلات بما نسبته 20% أيضا في الشهر الماضي. اختصار كلامي بدون تفاصيل، إذن هي عبارة عن أهداف قام بها الموظف خلال الفترة الماضية. بصنفها لنوعين، أحداث فعالة مرغوبة وأحداث غير مرغوبة. فبدنا نشوف نهاية العام شو عدد المواقف اللي كان فيها الموظف فعال مع عدد المواقف اللي كان فيها الموظف غير فعال. لكن يعني طريقة حقيقة مش سهلة، يعني رغم انه في رأيي الشخصي انه هذا النظام له مزايا لانه بزودني بأمثلة للأداء الجيد والسيء واللي قد تحفز الرئيس مباشر على تقييم المرؤوس، فبيقدم أمثلة ملموسة لما يمكن للمرؤوس عمله مستقبلاً طبعاً لتفادي المواقف اللي ما كان فيها فعال. لكن يعني يعاب عليه لا يجدي في حد ذاته من إنه يقارن الموظفين من أجل اتخاذ بعض القرارات المهمة، لكن طريقة تستخدم في بعض المؤسسات. أوكي. نيجي للطريقة الأخرى واللي بنسميها طريقة Graphic Rating Scales، طريقة المقاييس المتدرجة بيانياً. طريقة المقاييس المتدرجة بيانياً. يمكن إذا ما خانتنيش الذاكرة نور خطيب سألت سؤال يعني هل الطريقة السابقة كانت هي الأكثر؟ هذا اللي أمامنا هي الطريقة الأكثر استخداماً في معظم المؤسسات لما تتمتع به من سهولة. ليش؟ خلينا نشوف يا نور، سمعنا صوتك. دكتور معك. يلا يا نور خطيب، تفضلي. يلا.
graphic rating graphic rating skills list traits such as quality and reliability or teamwork and the range of performance values from unsatisfactory to outstanding or below expectation to rule model for each trait. كويس. يعني خلينا نشرحها أنا. هذه الطريقة تقوم على أساس حصر مجموعة من السمات أو الخصائص المراد تقييمها. إذن في نموذج رسمي في خصائص في standard performance يتم تقييمها مثل عندنا لكواليتي الجودة reliability المصداقية or teamwork العمل الجماعي. إذا حددنا ثم نحدد مدى تقييم كل خاصية. نقيم كل خاصية وبتكون الخاصية على مقياس متدرج يبدأ من غير مرضي مثلا مش هيك unsatisfactory لإيش إلى إشي فائق. يعني ممكن يكون غير مرضي مرضي لحد ما أو مرضي جدا or below expectation to rule model for each trait. يعني إما بيكون نسميها أقل من المطلوب أو يعني دون التوقعات أو إنه يعتبر قدوة. For example هذا نموذج حول طريقة الجرافيك ريتنج سكيلز طريقة